اخبار الطقس يعني ايام قليله ان شاء الله ونستقبل الربيع عيد الربيع. الجو دلوقتي في احسن حالاته في الحقيقه يا محمد. جو الصبح حتى البروده اللي كانت يمكن بنلمسها النهارده الجو في الصباح الباكر الجو جميل، وان شاء الله يكون الايام الجميله بقى المقبله على عيد الربيع تكون جميله مع رمضان ان شاء الله، تكون اجواء كده كلها فرحه وسعاده على حضراتكم. ربنا يبلغنا جميعا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم امين. النهارده بقى معانا يا محمد مجموعه كمان من الموضوعات المهمه قوي واهم الاحداث المصريه، وزي ما بنقول كده عيد الربيع مقبل كمان يعني من ايام قليله تم افتتاح معرض الزهور اللي دايما بنستناه كل عام في الحديقه الجميله اللي بتبقى مليانه بمجموعه كبيره جدا من الزهور. بتستقبل طبعا حديقه الأرمان طبعا كل سنه بتتعمل في حديقه الأرمان، يعني المعرض ده بيضم مجموعه كبيره جدا من الزهور تم افتتاحه منذ ايام من وزير الزراعه، وان شاء الله يستقبل كل الناس باعياد الربيع الجميله وبالزهور الجميله الملونه اللي هتروحوا المعرض هتشوفوا بصراحه حاجه ولا اروع من كده. طيب ده هيكون فقره من ضمن فقراتنا النهارده، فن تنسيق الزهور، هيكون معانا ضيف او ضيفه هتعرفنا ازاي لو انت عندك شويه ورد في الجنينه او ناوي تجيب ورد كده مع عيد الربيع، الورد يبقى شكله زهور تبقى شكلها رائعه مع اطلاله الربيع، فازاي تقدر تنسقها، ازاي تقدر تتعامل معاها، ازاي تقدر امتى تسقيها، امتى تديها سماد، الكلام دوت كل ده هيكون معانا فقره من ضمن فقراتنا اللي هتكون موجوده ان شاء الله معانا النهارده في صباحنا مصر. كمان معانا كمان فقرة يعني منذ أيام قليلة جدا يعني كنا بنحتفل مع حضراتكم بأعياد مختلفة، وطبعا مقبلين على عيد الربيع 16 مارس بالتحديد. النهاردة هيكون يوم المرأة المصرية لعدة أسباب تاريخية، هو شهر مارس كله بصراحة هنتكلم فيها. ده شهر مارس، ده شهر المرأة يعني بجدارة، هنتكلم فيها يعني عن نضال المرأة المصرية، عن التاريخ ليه 16 مارس ده تاريخ المرأة المصرية، ازاي ممكن كمان ان احنا دايما نعظم من فكرة ان المرأة المصرية ليها نجاحات مختلفة وانها كمان تقدر تعمل حاجات كتير ومهام كتير في وقت واحد. معانا فقرة النهاردة هنتكلم فيها عن الموضوع ده مع الأستاذة فاتن بيومي أحمد عريف مستشار شؤون الأسرة. طيب عندنا موضوع مهم جدا كلنا كنا بنتابع على مدار اليومين اللي فاتوا، مؤتمر هام بيستضيف مصر بحضور العديد من الدول وشخصيات عامة بلغت 75 شخصية عامة. المؤتمر ده هو مؤتمر حوار الأديان والثقافات اللي كان بيستضيفه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. المؤتمر استمر على مدار يومين على ما أظن، كان فيه موضوعات هامة جدا ناقشها، ازاي يمكن ان نتواصل مع الاخر، اتخذ عدد من الاجراءات الهامه والتوصيات الهامه دي اللي هتكون موضوعنا في ان شاء الله صباحنا مصر. هيكون معنا ضيف هنشوف هنقف على التوصيات اللي خرج بيها هذا المؤتمر، المدى الزمني لتطبيق هذه التوصيات، ومن ثم هل هذا المؤتمر هو جسر اخر من الجسور اللي بتبناها الدوله المصريه صحيح للتواصل مع الاخر وتوصيل صحيح مفهوم الدين الاسلامي، ده اللي هنقف عليه في هذا الحوار بالظبط يا محمد، خاصه ان في 35 دوله مختلفه بتشارك او شاركت بالفعل في فعاليات هذا المؤتمر. يكون معنا ضيفنا الدكتور محمد البشاري الامين العام لمجلس العالمي للمجتمعات المسلمه، هيكون ضيفنا ان شاء الله منورنا، هيكلمنا في هذا الموضوع وعن اخر هذه التفاصيل. تاني احنا شوقناكم كتير قوي للحلقه بقى كده صح كده؟ صح، عندنا موضوعات الحقيقه كتير بقى ان شاء الله خلال الساعتين الجايين، بس هنبدا معاكم قبل ما نخش على الاغنيه كده ونفوق هنشوف اخبار الطقس عامله ايه. يعني خبراء هيئه الارصاد الجويه بيتوقعوا ان شاء الله ان يسود يوم الثلاث طقس دافئ نهارا على الوجه على القاهره والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه، مائل الحراره على جنوب الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدله تنشط على جنوب سيناء. عندي حق، هو الطقس دافئ نهارا. ما انا شاورت لك. ايوه. كمان من المتوقع زي ما قال خبراء الارصاد الجويه ان هيسود طقس بارد على كل الانحاء، وبتتكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر على الوجه البحري والقاهره ومدن القناه وسواحل الشماليه. حاله طبعا البحر المتوسط معتدله الى مضطربه، لسه ما فيش استقرار كبير في احوال البحر المتوسط والاحمر. الاحمر بتكون معتدله، وبرده يعني ناخد بالنا وبحذر شديد ان ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر 75 الى مترين ونص، فلسه طبعا غير مستقر بشكل كبير. طب هنطلع معاكم دلوقتي ونشوف ابرز درجات الحراره على بعض من المحافظات المصريه.